كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا اسمي طارق سالم، مدرس الغدد الصماء في كلية الطب جامعة اسكندرية. النهاردة كنت عايز أكلم حضراتكم عن موضوع مهم دايما بنسأله من المرضى في بداية شهر رمضان، وهو إزاي إن المريض ياخد عقار الغدة الدرقية أو الليفوثيروكسين صوديوم مع رمضان، مع صيام رمضان. طبعا في مبدئين أساسيين لازم المريض يطبقهم وهو بياخد عقار الغدة الدرقية في رمضان. رقم واحد انه لازم الدواء يكون على معده فاضيه، يعني لازم يكون في 4 ساعات قبل ما ياخد الدواء ما يكونش اكل او شرب اي حاجه باستثناء الميه، ممكن يشرب الميه. تاني حاجه المبدا التاني انه لازم في ساعه بعد ما ياخد دواء الغده الدرقيه ما ياكلش فيها او يشرب اي حاجه الا الميه بس. فلما نيجي نطبق ده على رمضان في كذا طريقه، 3 طرق ناخد بيها دواء الغده الدرقيه في رمضان. مفيش طريقه مثاليه تناسب كل المرضى، انما كل مريض بيناسبه ممكن طريقه معينه. الطريقة الأولى إن المريض ياخد أول ما يضرب المدفع ويؤذن أذان المغرب يتناول عقار الغدة الدرقية ويقعد، لأنه بقاله 16 ساعة صايم في رمضان، فبالتالي في 4 ساعات فاضيين قبل المعدة فاضية، وهياخد دواء الغدة الدرقية ويقعد لمدة ساعة ما ياكلش ولا يفطر ولا يشرب ولا ياخد أمرتين ولا أي عصير خالص باستثناء المية، ياخد كميات كبيرة من المية في الساعة دي، وفي الساعة دي ممكن يقدر يقوم يصلي المغرب ويقرأ قرآن وبعد ساعة يفطر، وبالتالي دي بتبقى حل للناس اللي هي بتحب تقرأ قرآن وتصلي وتاخد وقتها وما تاكلش على طول. الطريقة التانية إن ممكن لأ، في ناس بتحب تاكل على طول بعد أذان المغرب، دي مش بتناسبها، فبنرجع للطريقة التانية وهو إن الواحد أذان المغرب يجي الساعة 6:30 تقريبا، الواحد ياكل من 6:30 لغاية 8 أو 8:30، وبعد ما يخلص أكله وشربه يمتنع من 8:30 بالليل ما ياكلش خالص ولا يشرب أي أكل لغاية الساعة 12، وبالتالي يبقى طبق قاعدة ال4 ساعات المعدة الفاضية قبل ما ياخد دواء الالتروكسين. وبعد يجي الساعة 12 في منتصف الليل ياخد دواء الالتروكسين أو الليفوس أو اليوثيروكس بتاعه اللي هو عقار الغدة الدرقية، وبعديها ما ياكلش إلا بعديها بساعة، وممكن في ال4 ساعات اللي قبل الدواء او الساعه اللي بعد الدواء يشرب ماء زي ما هو عايز باي كميه، لكن ما ياخدش اي عصير او قهوه او شاي او اي مشروبات. في طريقه ثالثه بتناسب المرضى اللي بيحبهم يتسحرهم، وطبعا هياكل بعد الساعه 1 بالليل ياكل الاكل بتاعه. طريقه ثالثه بتناسب المرضى اللي بيحبوا يتسحروا بدري، دي بنقول لهم ان هم ياكلوا الفطار بتاعهم في ميعاده وياخدوا السحور بتاعهم الساعه 12 بالليل، وبعد كده يتوقفوا تماما عن اي اكل او شرب ما عدا الميه، ويجوا على الفجر الساعة 3:30 قبل الفجر على طول، يكون قعدوا 4 ساعات من 12 لغاية 3:30 مفيش أي أكل ولا شرب، ياخدوا دواء الغدة الدرقية ويبلعوه بمية ويبدأوا يصوموا. ودي 3 طرق اللي بتناسب المرضى إنهم ياخدوا مرضى الغدة الدرقية إنهم ياخدوا الدواء في رمضان. شكراً.